فتحي عثمان محمد تربل من سكان مدينة بني غازي. أنا حاليا أشغل صفة رئيس رابطة شهداء مذبحة سجن أبو سليم. اعتقلت 5 مرات واستدعيت 10 المرات، كان بين الحين والآخر يتم استدعائي واستجوابي باستمرار. كنت ممنوع من الخروج لخارج ليبيا دائما. في 89 أعيد اعتقال شقيقي مرة أخرى، ولكن هذه المرة سبقه اعتقال شقيقي الأكبر اللي هو فرج عثمان محمد تربل. وشقيقي فرج هذا هو في الأساس ضابط في الأمن الخارجي في جهاز أمن الجماهيرية، ما يسمى بجهاز أمن الجماهيرية، والخلفية التي تعقل عليها أنه لم يقدم أي معلومات عن نشاط شقيقه الشهيد إسماعيل عثمان تربل. قضوا حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات، جاءت المذبحة الشهيرة سنة 96 يوليو في 29/6. تم إعدام حوالي 1200 إنسان، كان من ضمنهم شقيقي وابن عمي وزوج أختي. شقيقي اللي هو إسماعيل، وابن عمي اللي هو خالد بوراوي تربل، وزوج أختي وهو جمال مفتاح الربع. والله في عين زارة كان تعذيب كبير صراحة تعرضت له، ويعني كنت أتمنى اليوم اللي وجه لي تهمة حتى كانت كبيرة، بس في سبيل أن كنا نسمع من السجناء أن أبو سليم ثلاجة، يقولوا ثلاجة اللي يمشوا ما حد يضربه ولا حد. صح في جوع في برد في موت من الأمراض، ما فيش عناية، ما فيش القدرة على التواصل بالعالم الأخبار. تم ربطي في سرير أكثر مرة، تم يعني ربطي في بالتكبيل يدي للخلف ووضعي في الباب. طبعا الباب كيف يديروا لهم الباب لما يكونك وضعيته، يحطوا يديك هنا وجسمك هنا، تقعد معلق زي الكبوت أو حاجة هكي معلق زي الجاكيت، بس أنت يديك الباب داخل عندي هنا الباب، فيكونك الباب كأنه داخل بين ظهري وبين يدي، فأنا متعلق مربوط، فهمتي؟ عشان يعني يحركوا الباب تقول أنت تتحرك معك، ويتم طبعا توجيهته. فهذه تجمد لك حركة الدم هون، فتجي إيديك يكون نسود، يعني تسود الإيدين، لأن القنينة هذه الزجاج نشوف أثر الدم عليها طبعا. فكانوا يجيبوا الشباب ويجلسوا مع هذه، يهددني بها طبعا هذه العملية اللي شفتها، يقول تشوف، فيخليني نشوف، يقول لي تو نخليك نقمعزك عليها زي ما قمعزنا فلان، سمي لي اسم واحد من الشباب. وكان يذكر لك طبعا واقع التحقيق، عندهم أسماء الاستبيان، عندهم أسماء الخوات شقيقاتي أنا، فكان يتفننوا في ابتزازنا. طبعا أنت تعرف في المجتمع الليبي أن عند مسألة الأخوات والعرض هذه مسألة تشكل لهم عقدة كبيرة، فمجرد ذكر اسم الأخت نحن كنا نستفز منها. فكيف لما يقعد يقول أنا ممكن نجيبها لك هنا ونديلها ونديلها ونديلها، فأنت تقعد حايش ضغط نفسي وتتوقع أن يديرها، يعني باعتبارها سلطة، يقول نجيب أختك ونفعل فيها، فهمت كيف؟ مش حتى نفعل فيها، يقول أنا نجيب التحق في المجموعات هذوما نخليهم كلهم يفعلوا فيها. وأذكر أن في شخص يطلق عليه اسم وحشي، هو أسمر اللون، كان هذا متخصص يعني مفتول الذراعين، متخصص في جلد الشباب يعني. فبدأ هو بالصوت يضرب فيه يعني، جردني حتى من الملابس يعني. ايوه، فأنا هذه من يعني اشد المرات اللي مريت بها يعني.